أحمد عبد القادر مدير إحدى مدارس اللغات وحصل على دبلومة في الإدارة. كلامنا النهاردة هيكون عن إزاي نطور مدارسنا أو إزاي نقدر نحل مشاكل مدارسنا، سواء المتعلقة بالطلبة وسلوكهم أو بطريقة التدريس أو عن الأبنية التعليمية. بنقول أول مشكلة، ودي اللي بتعتبر بداية الصدام بين القائمين على العملية التعليمية والطلاب، هي التفاوت الواضح في لغة الحوار وطريقة التفكير. فإحنا كمدرسين وكمسؤولين عن التعليم لازم نلاحظ إن لغة الطلاب اتغيرت، فما ينفعش إن إحنا نفضل ثابتين على هو إحنا كنا نقدر نعمل مع مدرسينا كده، أو إحنا كنا بنشوف مدرسينا جايين من طريق بنمشي إحنا من طريق تاني. في نفس الوقت اللي لغة الطلاب اتغيرت، فبنلاقيهم وهم قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي حولوا الحروف عندي لأرقام، فبنلاقيهم مثلا يكتبوا نمبر 7 على انه هو حرف الحاء، او نمبر 3 على انه العين، وهكذا. طب بالنسبه للمدرس، في الوقت اللي الطالب كل قعدته ومعظم وقته بيقضيه على التاب وعلى اجهزه الكمبيوتر ومواقع التواصل، كل التطور اللي حصل للمدرس هو عباره عن استبدال التباشير بالماركر او استبدال البلاك بورد بالوايت بورد.